السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Saida Rumaisa Fatima and I am 10 years old. Today I am going to recite one of my favorite surah from Quran. The name of the surah is Surah Ash-Shams. A'udhu billahi minash الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها جزاك الله خير